وللمزيد من التفاصيل حول حاله الطقس واليومين الجايين هيكون وضعهم جويا عامل ازاي، احنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل عليك يا دكتوره منار، واهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، استاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بيك. اهلا صباح بحضرتك الجمال. كنا لسه بنتكلم من شويه ونهاوند بتقول حضرتك قلت لنا في اخر لقاء تليفوني من خلال برنامجنا ان ابتداء من بكره ان شاء الله من الثلاث هيكون في انخفاض في درجات الحراره، هل في مستجدات في هذا ولا العكس ولا ايه؟ لنكون العكس من اليوم. هو اليوم طبعا، لا هو اليوم اللي فعلا فيه بعض التقلبات الجويه، احنا بنشهد امتداد منخفض جوي في الطبقات الجو العليا عمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وسقوط الامطار متفاوت الشده على شمال البلاد حتى محافظات القاهره الكبرى وشمال اسرائيل. فاحنا الان بنشهد سقوط امطار مختلف الشده من محافظه لمحافظه، يمكن من خلال صور اقمار صناعيه يعني طلعنا تحديث كون الامطار كمياتها ما بين الخفيف والمتوسط في المناطق الشماليه، كل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت امطار خفيفه، يعني امطار خفيفه على الانحاء المتفرقه من محافظات القاهره الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، الامطار الخفيفه للمتوسطه يعني ممكن تبقى خفيفه جديد للمتوسطه في السواحل الشماليه للبلاد، بعض المناطق كمان من مدن القناه وخليج السويس، لكن مجمل الامطار اليوم ان شاء الله مش هيأثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه وهتستمر خلال الساعات القادمه، يعني احنا على مدار اليوم في فرص الامطار هتتجدد في اغلب المحافظات، بالاضافه كمان مع سقوط الامطار في انخفاض طفيف في درجات الحراره العظمى اليوم على القاهره الكبرى 17 درجه مئويه خلال فتره النهار، لان السحب هتحجب جزء من اشعه الشمس فهتخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره، وجود نشاط نسبي للرياح على اغلب محافظات الجمهوريه هيساعد اكثر كمان على احساسنا بانخفاض درجات الحراره واجواء شتويه مائله للبروده خلال فتره النهار على اغلب محافظات الجمهوريه، بارده الى شديده البروده خلال فترات الليل خاصه في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر. من غدا الثلاثاء ان شاء الله هنبدا نشهد تحسن في الاحوال الجويه، هتبدا فرص الامطار تتلاشى من على اغلب المحافظات، تنحصر فقط في بعض المناطق يعني المحدوده من سواحلنا الغربيه، امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هو تكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، الشبوره المائيه دي ممكن تبقى كثيفه في بعض الطرق، مهم جدا ناخد بالنا خلال الايام القادمه من الشبوره المائيه، لان احنا التحسن في الاحوال الجويه ده هيكمل معانا لنهايه الاسبوع وهتكون هي الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال الايام القادمه، مع كمان درجات الحراره تبدا ترتفع ارتفاع تدريجي، يعني احنا مع نهايه العظمى على القاهره الكبرى في خلال فتره النهار توصل 22 درجه مئويه، فاحنا هنحس بيه الاجواء الدافيه المعتدله لفتره النهار، بارده الى شديده البروده خلال فترات الليل، فمن غدا ان شاء الله نهايه الاسبوع تحسن في الاحوال الجويه. يعني المود الشتوي رايح جاي كم يوم اللي جايين دول. صحيح. حلو جدا. جميل. بنشكر حضرتك على وجودك معانا، جزيل الشكر دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.